نعم، من معنا؟ باسم. باسم من المدينة، تفضل أخي باسم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياكم الله. لو سمحت يا شيخ، طريقة في اكتشاف تحريق السبابة في الصلاة. نعم، السبابة في الصلاة ترفعها عند لفظ الجلالة أو عند الدعاء، ترفعها إشارة إلى التوحيد. نعم. بعض الناس فضيلة الشيخ يطلق السبابة تتحرك حتى آخر الصلاة. نعم، لأن فيها أثر أو نحو من هذا، أنه يحركها وأنها شديدة على الشيطان وأنها. نعم. لكن الراجح والله أعلم أنه لا يحركها، يرفعها ولا يحركها، إشارة إلى التوحيد. نعم.